حتى هذه اللحظة تقريبا منذ ربع ساعة حتى هذه اللحظة لم يحدث أي قصف جديد من الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن قبل قليل قامت دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع باستهداف نقطتين تتبع للضبط الميداني، أحد الأذرع التابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، النقطتين واحدة شرق وسط القطاع بالتحديد شرق مخيم البريج، و الثانية شرق خان يونس جنوب القطاع. لم ينجم عن هذه الإصابات كما تحدثت وزارة الصحة أي إصابات، ولكن هناك أضرار بالمكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى لسان الناطق باسمه تحدث قبل قليل بأن الدبابات الإسرائيلية قامت بهذا الاستهداف كرد على استمرار إطلاق البالونات المفخخة والحارقة من داخل قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف. حتى هذه اللحظة رغم أن القصف يبدو أنه توقف، إلا أن الطائرات الإسرائيلية وخاصة طائرات الاستطلاع لا زالت تحوم في سماء القطاع كعادتها، فهي لا تغادر سماء القطاع خصوصا في لحظات التوتر، وهذا ما اعتدنا عليه منذ أكثر من 10 أيام مع بدء إطلاق البالونات الحارقة حتى هذه. محمد، سريعا، هل من تصعيد من الجانب الفلسطيني ردا على هذا القصف؟ يعني كما جرت العادة هذا القصف الإسرائيلي فقط يتبعه استمرار لإطلاق البالونات الحارقة، وهذا ما تحدثت به الفصائل الفلسطينية بأن البالونات الحارقة ستبقى مستمرة باتجاه مستوطنات الغلاف من داخل قطاع غزة حتى يعود الاحتلال الإسرائيلي ويلتزم بتفاهمات التهدئة المبرمة سابقا ما بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي من خلال ما بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة من خلال الوساطة المصرية وأيضا الوساطة الأممية.